عدلت شوي بالتصاميم وكتبت الملاحظات. ومنى كمان عندها كم سؤال مشان توزيع الصالات. شو عجبك المقال؟ والعنوان تبعه مميز ما هيك؟ أنور بيك لو سمحت. يعني قبلتيه على حالك مو هيك؟ عم تسألني ولا عم تلومني؟ لا أبدا، بس مو من حقي. كنت مستني منك تاخدي إذني بالأول. إذن منك؟ الظاهر سمعي تقل بهيك شي ماني مضطرة أخذ إذن من مخلوق. شهرزاد، أنا مو طالب مني غير شوية مسؤولية. نحن رح نتزوج وانتي رح تكوني زوجة أنور أقصال. إذا كان زواجي من أنور أقصال رح يلغي لي شخصيتي بالمرة. أنا مو موافقة على هالزواج أبدا. أنا ماني سلعة أنور، أنا المهندسة شهرزاد أوليا أغلو، ورح أبقى مثل ما أنا، وما بيعنيني شو رح تصير كنيتي بنوب. شهرزاد، إذا مفكر لأنك عرضت علي الزواج رح تمتلكني، وإذا بكل خطوة رح أخطيها بدي آخذ إذنك، معناتها صار فيني بالتأكيد أعطي الجواب. أنا مو موافقة أتزوجك. أنت ردود فعلك دايما هيك. شهرزاد، اسمعيني لحظة لو سمحتي. أنور بيك، السيد سمير بعت لنا إيميل، قلت بلكي بتحبي تشوفه. يسلموا إيديكي.